بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن تمرين حول الأعداد العقادية الجزء الأول والثاني، يعني كل الأجزاء. ممكن نعتبر في المجموعة السي الحدود هي التالية: بي زد كتساوي هذا الشيء اللي عندنا هنا. السؤال الأول بين أن بي زد تساوي صفر تقبل حلا وحيدا حقيقيا، يعني نبين أن كاين واحد ألفا وحيد اللي كيحقق لنا بي دو ألفا كيساوي صفر. هذا هو المطلوب. دونك ليكن ألفا عدد حقيقي، ألفا ينتمي إلى R بحيث P لألفا يساوي صفر. واضح؟ إذا غنحسبو P لألفا ونشوف، نديرو يساوي صفر ونشوف. يعني P لألفا شنو هو؟ ألفا أس 3 ناقص 3 زائد 4 إي في ألفا أس 2 ناقص 4 في 1 ناقص 3 إي ألفا زائد 12 كيساوي صفر. ياك يعني ممكن نشرح هذا الشيء. هذا ألفا أس 3 ناقص 3 ألفا أس 2، غادي نسبق يعني الأعداد الحقيقية عاد نمشي عند الأعداد العقلية. دابا هنا غنشرح ناقص 3 ألفا أس 2، هاد ناقص 4 إي ألفا أس 2 حتى التالي ونشرحها. هنا عاود نمشي عند ناقص 4 في 1 ألفا، يعني ناقص 4 ألفا، ما نمشيش عند هذه ما نشرحهاش حتى التالي. زائد 12 وكان الجزء الحقيقي، زائد غادي دابا نعمل بي وندير الجزء التخيلي. الوغ ناقص 3 درتها تبقى لي ناقص 4 اي في ألفا أس 2 ناقص 4 اي، أظن اي راه درتها بلا ما انا عملت بها، هي ناقص 4 ألفا أس 2. علاش؟ لان اي راه انا كتبتها اصلا، كملت مع هاد الجهه نمشي عند هادي. ناقص 4 في ناقص 3 هي 12 اي ألفا، يعني 12 ألفا. ثم صحيح هذا الشيء اللي كان، هذا هو اللي تساوي صفر. مزيان، نعاودو باش ما نغلطوش. ألفا أس 3 هي عندي، ناقص 3 ألفا أس 2 هي عندي، ناقص 3 في 4 عفوا ناقص 4 إي ألفا أس 2 هي ناقص 4 إي ألفا أس 2 هي، كملت مع هذه مشينا هذه. ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 ألفا، ناقص 4 ألفا هي، ناقص 4 في ناقص 3 هي 12 إي ألفا، 12 ألفا هي هذه. زائد 12 هي 12، صحيح؟ ما فوقاش واحد العدد كيساوي صفر، نورمالمون هذا صفر زائد صفر اي. عندنا عددين عقديين متساويين، يعني الجزء الحقيقي كيساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي كيساوي الجزء التخيلي. يعني الفا اس 3 ناقص 3 الفا اس 2 ناقص 4 الفا زائد 12 كيساوي صفر، والجزء التخيلي يعني ناقص 4 الفا اس 2 زائد 12 الفا كيساوي صفر. ياك هذه شغل تعطيني الفوق نخليوها كما هي، ماغاديش نقدر نحلها لان الدرجة 3. هذه ممكن نحلوها، نعملو بألفا، يعني ألفا هذه نعاود لها كما هي هنا. ألفا في نعملو بربعة ألفا كاع، ماشي مشكل. ربعة ألفا ممكن درنا ربعة ألفا هنا، شنو تبقى؟ تبقى ناقص ألفا، ياك ممكن ندير هنا ناقص ألفا، وهنا 12 ألفا إلا عملنا بربعة ألفا تبقى 3، ياك 3 تتبقى معاها. مزيان، يعني هنا في هاد الحالة شنو هما الحلين نتاع الثانية، المعادلة الثانية هذه اسمها معادلة واحد. حلي المعادلة زوج هما ألفا يساوي صفر ولا ألفا يساوي ثلاثة، يعني فوقاش هذي كتساوي صفر. إذا كان هذا يساوي صفر أو هذا يساوي صفر، يعني ألفا يساوي صفر ديريكتومو، أو هذا يساوي صفر يعني ألفا تساوي ثلاثة. وغادي نشوف شكون هو الحل اللي كيحقق لنا المعادلة الأولى. نعوض في واحد ونشوف شكون هو الحل اللي كيحقق لنا المعادله الاولى باش نعتبره هو الحل الصحيح. الا عطينا الالفا صفر، ياك الا كانت الفا صفر شنو؟ صفر ناقص 3 في صفر 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 تبقى 12، 12 في خارج تساوي صفر. اذا كانت الفا تساوي صفر لدينا، دونك هنا غادي صفر 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 غادي تمشي تبقى 12 تساوي، ولا يمكن، وهذا لا يمكن. إذن ألفا يساوي صفر حل غير مقبول، إذن ألفا يساوي صفر حل غير مقبول، متفقين؟ إذا كانت
الفا يساوي 3. غادي نشوفوا شنو لدينا. غادي نحسب نشوفوا خصني نلقى هادشي كيساوي صفر اتفقين. الى عوضت 3 دونك 3 اس 3 ناقص 3 في 3 اس 2 ياك هي 3 عوضنا الفا 3 ناقص 4 في 3 زائد 12 خصني نساوي خصها تساوي صفر. دونك شنو هي 3 اس 3 هي 27 3 في 3 اس 2 هي 3 اس 3 هي 27 ناقص 27 صفر مشات. هنا 3 في 4 12 ناقص 12 زائد 12 صفر يعني تساوي صفر. اذا الفا يساوي 3 هو الحل الوحيد ل بي اكس صفر صفر. افترضنا انه حل حقيقي ياك وما دام حل حقيقي اذا بي الفا كيساوي صفر. انطلقنا من بي الفا كيساوي صفر لقينا جوج المعادلات ياك. هنا الجزء الصحيح خصو يكون من العالم والجزء الداخلي خصو يكون من العالم. شفنا المعادله اللي ممكن نحلوها حلينا هذه المعادله اللي ممكن وعوضنا في الثانيه دونك لقينا الحلول في المعادله لقينا جوج حلول الفا تساوي صفر والفا تساوي 3 يعني حلين حقيقيين. ولكن ملي عوضنا في الثانيه لقينا الحل الاول لا يحقق الثانيه وحنا خصني نتحققوا بجوج معا تفخيم. اذا الحل الاول غير مقبول اللي هو الفا يساوي صفر اذا الحل المقبول هو الفا يساوي 3 دونك بي زد تساوي صفر تقبل حلا وحيدا حقيقيا هو الفا يساوي 3 مزيان. اذا السؤال الثاني اكتب بي زد على شكل جداء حدوديه من الدرجه الاولى وحدوديه من الدرجه الثانيه. حنا عارفين بان الفا جذر لي عفوا ثلاثة لدينا ثلاثة جذر لي بي لي اكس بي لي زد بالضبط. شنو كتعني؟ يعني يوجد ولا توجد كي لي اكس بحيث وشنو توجد حدودية أخرى بي لي اكس بحيث بي لي اكس كتساوي اكس ناقص ثلاثة بارو زد اعتذر زد ناقص ثلاثة في كي للزاد تفخم معاه للزاد واضح. لان مادام 3 جذر يعني بي زد تقبل قسم على الزاد ناقص 3 هذا هو المعنى ديالها تقبل قسم على الزاد ناقص 3. الله باش نلقى هاد كي اما نقسم هذا على هذا بالقسمه الاقليديه تكون شويه طويله واما دونك هذه عارف الدرجه نتاعها بالدرجه الثانيه الدرجه الثانيه. علاش؟ لان هذه درجه 3 هذه 1 دونك هذه باش تكون الدرجه 3 خص تكون هذه 2 2 زائد 1 تعطينا 3 ياك. وراهو قالوا لك بان خص تكون الدرجه الثانيه و درجة كي لي زد هي 2 إذا كي لي زد تكتب أ زد أس 2 زائد بي زد زائد سي بحيث أ و بي و سي أعداد عقلية بحيث أ بي سي كينتميو لسي و 3 يعني عناصر من سي واضح. لدينا شوف معايا مزيان بي لي زاد كتساوي اولا نحسبو اولا نحسبو هادي ونديرو تساوي بي زاد ونشوفو شنو غنلقى. الى حسبنا هاد دونك زاد ناقص 3 في كي لي زاد شنو غتساوي؟ كتساوي زاد ناقص 3 في ا زاد اس 2 زائد بي زاد زائد سي. حنا خصنا نلقاو ا و بي و سي هذا هو العدد ديالي. دونك شنو غتساوي ان شاء الله النهار؟ زاد في ا زاد اس 2 هي ا زاد اس 3 زائد كملت معايا هذه ا زاد اس 3 زاد في بي زاد دونك بي زاد اس 2 متفقين زائد سي زاد زائد اظن ناقص ناقص 3 ا زاد اس 2 زائد لا عفوا ناقص 3 بي زاد ناقص 3 سي ياك. الله نشوفوا اللي عندهم نفس الدرجه نجمعهم ا زاد اس 3 شنو اللي عندهم نفس الدرجه؟ كاينه بي ناقص 3 ا زاد اس 2 كذلك سي ناقص 3 بي زاد ناقص 3 او ناقص 3 سي. الو هذه واش كتساوي؟ كتساوي بي لي زاد وبي لي زاد شنو هي؟ هي زاد اس 3 ناقص 3 زائد 4 اي زاد اس 2 شنو اخر ناقص 4 في 1 ناقص 3 اي زاد زائد 12 شنو كنعرف دابا؟ يعني شنو غتولي؟ واش
الحدود المساويين لك عندنا المعاملات الحدود المصدر المساويين، يعني ا كتساوي واحد، هذا كيساوي بي ناقص 3 ا كيساوي درجة جوج، هذا ناقص 3 زائد 4 اي من درجة 3، سي ناقص 3 بي كيساوي ناقص 4 في 1 ناقص 3 اي، ثم ناقص 3 سي كيساوي 12. وغادي نحل هاد المعادلة، يعني عندنا أ كتساوي واحد صافي مسالينا معاها، ياك إلا كانت أ تساوي واحد بي ناقص 3 غتعطيني هاد، ياك بي ناقص 3 غتساوي ناقص 3 ناقص 4 ياك، أو ناقص 3 تمشي مع ناقص 3 تبقى بي تساوي ناقص 4 إيه، ياك لقيت بي صافي. دونك السي هنا نلقاها أحسن من هنا، لأن بي معروفة، دونك هاد المعادلة مستعملناش، نستعمل هادي باش نلقى السي. سي هي 12 على ناقص 3 هي ناقص 4، سي تساوي ناقص 4. إذا كيو لي إكس شنو هي كيو لي إكس؟ هي أ زاد أوس 2 يعني 1 يعني زاد أوس 2 ناقص بي هي 4 إي زاد زائد سي يعني ناقص 4، دونك هذه هي زاد، هذه هي كيو لي زاد. دونك كيو لي زاد كتساوي زاد أوس 2 ناقص 4 اي زد ناقص 4. دونك الا بغينا نكتبو بي على شكل جداد، دونك الجواب على السؤال الثاني هو هذا، لقينا بي لي زد كتساوي زد ناقص 3 في زد اس 2 ناقص 4 اي زد ناقص 4، صحيح مزيان. الوغ السؤال الأخير، حل في زاد، حل في السي عفوا، المعادلة بي زاد كتساوي صفر، دونك بي زاد كتساوي صفر، يعني شنو كتعني؟ كتعني أن بي زاد شنو لقيناها؟ التعميل ديالها هو زاد ناقص 3 في زاد أوس 2 ناقص 4 إي زاد ناقص 4 تساوي صفر، إذا غنعمل حتى هادي، إما بدلتا وإما يعني باين مطابقة عامة، يعني فوقاش جودا كيساوي صفر، يعني إما زاد ناقص 3 كيساوي صفر هذه سهلة، أو هذا كيساوي صفر، زاد أوس 2 ناقص 4 إي زاد ناقص 4 كيساوي صفر، هذه باين الحل تاعها، يعني زاد كيساوي 3 أو شوف هذه خصنا نعملها، لاحظ معايا مزيان، هذه هي زاد أوس 2 ناقص 2 في زاد في 2 إي، تبقين معايا ياك 2 إي منين جبتها؟ هيا ناقص 2 في 2 اي هي ناقص 4 اي والزاد هي صحيح، هذه ناقص غنقدر ندير زائد هي اي اوس 2، متفقين معايا ناقص 1 هي زائد اي اوس 2 ياك زائد اوس 2 4 هي 2 اوس 2، متفقين معايا كيساوي صفر، يعني الزاد يساوي 3 او زاد اوس 2 ناقص 2 في زاد في 2 اي، هذه الا بغيت نجمعهم في نفس الاس اي 2 اي يكون اس صفر صفر، وهذه متطابقة عامة يعني يبقى هادشي يتعاود، هذا غنديرو هي زاد ناقص 2 اي الكل أوس 2 متفقين، دونك تساوي صفر، يعني زاد يساوي 3 أو هذه زاد ناقص 2 اي كيساوي صفر، لأن إلا كان هذا الكل أوس 2 يساوي صفر يعني هذا الداخل يساوي صفر، يعني زاد يساوي 3 أو زاد يساوي 2 اي، إذا الحلول هما 3 وزوج، صحيح، هذا هو الحلول تاع الحدودية تاعنا.